في إطار زيارته التفقدية للمواطنين داخل بلديات ومراكز مقاطعة كانكوسا، عين والي الأعصاب السيد أحمد عده اختار بعض المزارع في بلدية هامد واطلع على جهود البذر التي يقوم بها المزارعون، حيث أوصى بضرورة مضاعفة وبذر كل ما يمكن بذره من حبوب وخضروات، متعهدا بتوفير الحماية عن طريق السياجي والأرشاد الزراعي. الوالي زار بلدية بلا جميل التابعة لمقاطعة كانكوسا واجتمع بالساكنة هناك، مؤكدا أن زيارته هذه تأتي تجسيدا لمبدأ القرب من المواطنين، داعيا إلى أن يكونوا فاعلين في التنمية بغية عصرنة بلديتهم الريفية. فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني أصدر تعليماته لجميع السلطات العمومية والإدارية بشكل خاص أنه طبق برنامجه. أول شيء فيه، أول نقطة في برنامجه هي القرب من المواطنين، هي الاستماع للمواطنين، هي حل مشاكل المواطنين، مجل إسعاد المواطن ومجل معالجته من أمثلتها اللي تعدل تآزر من الشأن الاجتماعي، تعدل القطاعات الوزارية الأخرى، تعدل مفوضية الأمن الغذائي، اللي عدوا المشاريع الكثيرة اللي متعاونين بها مع الشركاء. اللقاء عرف كلمة باسم عمدة بلدية بلا جميل السيد إبراهيم قلبا، عبرت عن سرور البلدية وساكنتها بهذه الزيارة، وذلك قبل أن يتدخل عدد من الحاضرين الذين أبدوا تطلعهم لتوفير دعم للمزارع وتعزيز البنية التحتية، ليرد الوالي بأن مطالبهم قيد الدراسة. الوالي تفقد بعد انقضاء الاجتماع بعض القرى التابعة لبلدية بلا جميل، حيث عاين النقطة الصحية في قرية آم جنجر، متعهدا بتوفير ما تحتاجه من نواقص نظرا لكثرة الحاجة لها خصوصا في فصل الخريف. بلدية الساني كانت ضمن محطات الزيارة، حيث اجتمع الوالي بالساكنة واستمع إلى مشاكلهم بحضور عمدة البلدية الذي عدد الإصلاحات المقام بها وأبدى تطلعه للمزيد. خدمات الدولة الحمد لله اللي منها الساير هون مستمر وموجود، اللي قال له إلا التحسينات. أهم الخدمات اللي تقدم للمواطنين اليوم خدمات الصحة والتعليم والمياه، وإحنا هون الحمد لله رب العالمين هذا كامل متقدم في أشواط. وفي ردوده على ساكنة بلدية الساني، تعهد والي الأعصاب بدراسة مطالبهم والعمل على تحقيقها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تكاتف الجهود بالحفاظ على المرافق العمومية في البلدية وتكريس ثقافة العمل والإنتاج داخل أوساط المجتمع. حمد المصطفى، نونو، قناة الموريتانية، مقاطعة كانكوسا.